في هذا الفيديو غنكتشفوا 10 ديال الشخصيات اللي قدروا انهم يحطموا ارقام قياسيه من بين الالاف ديال الناس اللي داخلين في موسوعه غينيز. موسوعه غينيز للارقام القياسيه. سنه 1950 خرج واحد الكتاب اللي كان الهدف ديالو انه يعرف ويدرس الارقام القياسيه اللي كاينه في العالم، غيشوف الرقم القياسي وشكون الشخص اللي يقدر يحطمه. من بعد ما تلقات موسوعه غينيز للناس انهم يتسجلوا باش يحطموا الارقام القياسيه، بنوا مجموعه ديال الناس خارقين، بشر ماشي طبيعيين. انه كاينين الناس اللي تسجلوا في موسوعه غينيز وما قدر حتى شي واحد يومنا هذا انه يفوت ذاك الرقم القياسي اللي داروه. فمثلا الرقم القياسي ديال اسرع رجل او اطول رجل او اقصر رجل او اطول لحيه او اطول شعر او اطول الاظافر، فهذه ارقام قياسيه واللي يقدر انه يحطمه فخصو يمشي للسيت ديال موسوعه غينيز ويتسجل ويدفع الطلب ديالو. فإلا لقاو باللي فعلا حطمتي الرقم القياسي غادي تسجل بالاسم ديالك. فاول فيديو اللي غادي نشوفو هو ديال هاد الشاب هذا اللي كيقدر انه يشارجي الجسم ديالو مزيان ويعمرو بالماء حتى كيتبلانا، ومن بعد كيقدر انه يخرج داك الماء كامل اطول مده ممكنه بحال شي سقايه. في هذا الفيديو الثاني غنشوفوا هذا الراجل اللي قدر انه يحطم الرقم القياسي ديال التلويه ديال الحديد. فهاد الراجل كما كتشوفوا عنده بنيه جسمانيه قويه، قدر انه يلوي مجموعه ديال الحديدات لواحد التحدي اللي صعيب بزاف. في الفيديو الثالث غنشوفوا هذه المراه هذه اللي غادي تبان لكم بحال شي غوله. هذه المراه قدرت انها تحقق الرقم القياسي وتحطمه ديال اطول ضفران في العالم. Li is from Salt Lake City and she'd been growing her nails for 30 years when she was awarded the record in February 2008. I started to grow my nails in 1979. They were probably an inch and 3/4 when I decided to stop filing them. And I just kind of a challenge to myself to see how far they would go before they started twisting out of shape. Her nails measured a total of 28 foot 4.5 inches and her longest nail was on her right thumb. فهاد الفيديو الرابع غادي نشوفوا هاد الشينوي اللي عنده واحد الرقم قياسي صعيب ان شي واحد يجي يحطمو. هاد السيد كيقدر انه يطلع في الدروج غاب بالراس ديالو بلا ما يستعمل لا يديه لا رجليه، فهو فقط كيبقى ينقز غاب الراس ديالو من درجه لدرجه حتى كيسالي الدروج كامل. في هذا الفيديو الخامس غنشوفوا هذا الدري اللي تا هو حطم الريكورد ديال التصفيق، فهو قدر انه يدير الاف التصفيقات في دقيقه. في هذا الفيديو السادس غنشوفوا هذا السيد هذا اللي عنده واحد القدره انه يقدر يجمع النفس مزيان ويبدا يدير واحد الصوت حتى يتقاضى التنفس ديالو بدون انه ما يحتاج للاكسجين. الفيديو السابع واللي كيتعلق بركوب الامواج، واحد السيد اللي قدر انه يركب اكبر موجه او اطول موجه وخرج منها سالم وما وقع له حتى شي حاجه.
فيديو التاسع ما قبل الاخر غنشوفو فيه هاد السيد اللي عنده اطول لحيه واللي قدر ياخذ بها الرقم القياسي وما ينافسو حتى شي واحد. Now the next step proceeds with shampooing the beard. He slowly shampoos the beard from the top down to the bottom and down to every last hair of the beard. Once the beard is shampooed, he's going to water when he's going out and about on the daily. He's going to tie his beard and then use a cloth to make sure that the beard stays put. However, when he's going out to special occasions or functions or religious ceremonies, he does have his. وفي هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه اغرب حاله من هذه الحالات اللي شفنا هو هذا السيد اللي عنده الجلده ديالو بحال لاستيك كتجبد وكيقدر يجرها ويفرق بين اللحم والجلده. فالجلده ديال هذا الشاب دايره بحال شي نفاخه فهي كتجبد بحال المطاط. Can you show us? I have to sit myself up here. Gary, take it easy, girl. You only want to see arms and necks here. Pretty nice. Sit around at school and ask a friend next to me, can you do this? Oh. Pretty fine, no, and that's when I realized. Oh. Oh my. Turn around, girl. Let them see you behind as well. Just. Seen anything more, Gary? Give me some more. Did you but now that is what going on. وفي هذا الفيديو الاخير اللي غادي نختموا به هذه الحلقه هو هذا الراجل هذا اللي كيقدر ينقذ اكبر تنقيذه في العالم واللي حقق بها الريكور.